Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, khusus di Riau. Mari kita support. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu, donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 8202166661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-7 kali 666-6666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210-6666-66, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852-6541-6060. Sekali lagi, 0852-6541-6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن علم العقيدة هو العلم الذي من أجله خلقنا ليوصلنا إلى الهدف. فالإنسان في هذا الوجود أوجده الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول أهل التفسير إلا ليعرفون. والسيد أحمد زين دحلان في كتابه التقريب يتساءل فيقول: لماذا يقول إلا ليعبدون وهو يريد ليعرفون؟ لماذا لم يقل مباشرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون؟ قال: وكأن الله يشير إلى وجود الاختلاف في المعرفة، وأن المعرفة بعد إرسال الرسل إنما هي الأصل فيها ما يتلقى عن الرسل، وهو العبادة، أي كل ما شرعه الله على لسان هذا النبي. فكانت العبادة هي الطريق الموصل السليم إلى معرفة الله. هذه المعرفة الأصل فيها أن الإنسان مقبول، وهي موجودة في الإنسان، إلا أنها مستترة كالعدم. ولذلك يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الإنسان عنده القابلية على معرفة الله بما فطره الله عز وجل عليه من الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الإنسان قد تعلم وأخذ منه علم التوحيد في عالم الأرواح، يوم أن قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن علم التوحيد هو موجود في قرارة الإنسان، لكن لما دخل في هذا الجسد، هذا الجسد الكثيف، غطى عليه كل هذه، إلا أنه يخرج صافي قابل لتلقي هذا الأمر
ولمعرفة الله. فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. طيب عندما أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئا كيف سنتعلم؟ فجعل لنا وسائل المعرفة الثلاث. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي هي وسائل المعرفة. هذه وسائل المعرفة إذا فقدت سقط التكليف، فإذا خرج الإنسان لا يوجد عنده سمع ولا بصر يسقط عنه التكليف، لأن السمع والبصر هي النوافذ لمعرفة الله، والنفس العاقلة لا يمكن أن تدرك شيئا إلا من خلال هذه النوافذ. فالنوافذ تدخل إلى النفس العاقلة، إلى العقل، إلى القلب، إلى الفؤاد، هذه المعلومات، ثم هذا العقل والقلب والنفس الفؤاد هو الذي يترجم هذه الأمور. فإذا سمع صوتا مألوفا من قبل يقول هذا لفلان، سمع صوتا معين يستنتج من خلال الأصوات، كذلك إذا رأى شيئا يستنتج، فهو مجرد هذه الحواس، هذه مجرد نوافذ تدخل المعلومة. فإن وقع خطأ في الاستنتاج فليست النوافذ المسؤولة عن الخطأ، إنما المسؤول عن الخطأ هو الدماغ والعقل، هو الذي استنتج هذا الأمر، لأن هذه ما هي إلا بريد أوصل لك المعلومة، واستنتاجك أنت لم يكن في محله. فإذا قلنا جعل السمع والبصر والفؤاد، علماء المنطق يجعلون للسمع الجانب الأكثر والجانب الأهم، لأن معظم الشريعة تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي من خلال السماع، وإن كانت هناك الآيات الكونية الظاهرة التي هي أول العلامات والدلالات على وجود الله، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالآيات قبل أي علوم أخرى، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالآيات تطلق على ثلاث، تطلق على آيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، وتطلق على الآيات الإعجازية: آتينا موسى 9 آيات بينات، وتطلق على الآيات القرآنية وهي ما بين دفتي هذا المصحف. فهذه الآيات هي أول الدلالات والعلامات التي تدلك على وجود الله. ولذلك اختلف المعتزلة وأهل السنة والجماعة، هل يمكن للإنسان أن يتعرف على الله من غير الرسل؟ قالوا نعم. طبعا الخلاف هذا قبل مجيء الرسل، أما بعد مجيء الرسل فلا يوجد خلاف بينهم. هذا الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وهو علم التوحيد. علم التوحيد هذا ظلم من هذه البشرية نتيجة للمفاهيم التي اتجه الناس إليها. فأنت عندما تنظر مثلا من خلال أركان الدين: إسلام وإيمان وإحسان، وتجد أن الناس يقول لك: يا أخي تشتغل بالشيء الأهم والشيء الذي أنت تتعاطاه أو الذي أنت تخوض فيه أو الذي تحتاج إليه. هذا كل كلام مبررات للضعف الذي أصابنا. كم هي أركان الإسلام؟ أركان الدين؟ ركن متغير ذاك، نحن نتكلم عن الثوابت. كثوابت أركان الدين 3: إسلام وإيمان وإحسان. ذلك ركن متغير، ذلك ركن للصيانة وليس ركن
لإقامة البناء، إنما هو لصيانة البناء فقط. تحولات الآن مثل هذا المسجد، هذا المسجد بناء مسجد عظيم، لكن نتيجة للإهمال صابه من الخارج هذه الأمور. طيب وكيف العمل؟ كان المفروض الصيانة، الصيانة هي التي تحافظ على البناء. كذلك أركان الساعة، الساعة جاءت أركان الإسلام بناء لأنها أركان، هذه الأركان لابد سيأتي عليها يوم تتصدع تتشقق يحصل فيها الضعف، فما هو الذي يصونها ويحافظ عليها؟ ركن المتغيرات أو فقه التحولات أو علامات الساعة هي التي تبين لنا كيف ينبغي علينا أن نحافظ على أركان هذا الدين. أركان الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، لو جئنا مثلا أركان الإسلام وبجانب أركان الإيمان، هل نجد أن الأمة أو العلماء اشتغلوا بأركان الإسلام مثل ما اشتغلوا بأركان الإيمان؟ لا يوجد ولا نسبة العشر، نسبة 1 من 10 لا يوجد. أنت مثلا لو أخذت الآن الكتب المقررة مثلا في الفقه، كتب لا تنتهي، لكن كتب العقيدة 3 كتب يقول لك خلاص. ليش خلاص؟ ما هي هذا ركن من أركان الدين مثل ما هذا ركن من أركان الدين. هذا ركن أركان الإيمان أهم من أركان الإسلام. النبي كم جاء يدعو في مكة المكرمة؟ دعوته كلها قائمة على الإيمان، ما جاءت أركان الإسلام إلا ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة، والباقي كله في المدينة. لكن نجد أن الاهتمام بأركان الإسلام أكثر من الاهتمام بأركان الإيمان. ونحن نقول أول واجب على الإنسان معرفة الله باستيقان، كل كلام فاضي، على الواقع لا يوجد. أول ما يجي الطالب يدرس عندك تدرس أول واجب على الإنسان، افتح درسه، فقط درسه من هذه الأمور وتؤخر هذا. فلأجل هذا الخلل استطاع الغير أن يغزونا وأن يدعوا أنهم هم أهل التوحيد وأنهم هم أهل المعرفة وأنهم هم أهل اليقين وغير ذلك. فالوهابية الآن يعني لابد نفهم أن ما في شيء يكون في هذا الكون إلا وله سبب ربطه الله. لا تظن أن هذه الأمور، القتل أو الهلاك أو الدمار أو الخراب يعني في العقيدة أو الدين، جاء هكذا عبث. الله عز وجل ما جعله إلا لوجود خلل في من حمل هذا الدين. عندما قصروا بهذا الأمر يبعث الله هؤلاء من أجل أن يردوهم وينتبهوا. فالوهابية ما جاءوا هكذا، الوهابية جاءوا من أجل يبينوا لنا، لأن شاع عندنا يعني وللأسف أن دراسة العقيدة تقسي القلب، أن دراسة العقيدة تبعدك عن المعرفة. يعني كيف يتصور هذا الأمر؟ فجاء أرسل الله عز وجل لك أناس لا دخل لهم بالعقيدة يدعوا أنهم هم أهل التوحيد، لأنك أنت ابتعدت عن هذا الأمر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. جاء الله عز وجل بأناس كما قال بالجوزي كلاب حتى يردونا إليه. صحيح أن يقع يعني إفراط وتفريط في بعض العلوم حتى أن تخرج عن العلم الذي يعني يحتاج إليه الناس إلى علوم أخرى تكاد تكون من باب الجدل وغير ذلك، لكن هذا لا يعطينا الحق أن نلغي هذا الأمر، بل ينبغي علينا أن نعيد الترتيبات. ومن المسائل التي يعني شاعت عندنا أن علم التصوف يكفي الإنسان لمعرفة الله. نريد أن نعرف من الذي قال هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك وهو أعلم الأمة بهذا الدين وبالله، قال لك أركان الإسلام هذه،
العملية توصلك إلى تحقيق الإسلام. وأركان الإيمان معرفة الله، هذه أركان الإيمان، وتهذيب النفس الإحسان. فما تجي أنت تريد أن تتعرف على الله من باب الإحسان، هذا أنت لم تأتي للدين من الباب الذي شرعه النبي، إنما جئت للدين من هواك أنت. التصوف لا يعرفك بالله، التصوف يصفي لك المرآة التي تتعرف بها على الله. ولذلك بعضهم عندما يقع لهم يعني بعض الصفة مع التصوف يظن أن التصوف هو الذي، لا يمكن للعبد أن يعبد الله بالتصوف، تعبد الله من خلال أركان الإسلام. لكن التصوف يساعد هذه الروح من أجل أن تتعرف لماذا أصلي، لماذا أعبد الله. فالتصوف له وظيفة، والإيمان له وظيفة، والإسلام له وظيفة، فلا يقع الخلط بينها. أما البعض الذي أنكر مثل الإمام الغزالي، هو لم ينكر هذا الأمر، إنما أنكر الإمام الغزالي فقه الأولويات والترتيب. فالإمام الغزالي يقول لك بعد أن تتعرف على الله من خلال مثلا قواعد العقائد أو إلجام العوام، إذن ينبغي عليك أن تأخذ لك تصفية القلوب وأمراض القلوب، لأن هذه من الأشياء الواجبة، لأن النجاسات التي في القلب لابد تطهيرها. والقرآن الكريم يتحدث عن نجاسات بكافة أنواعها، وتحدث عن نجاسات القلب أكثر من تحدثه عن نجاسات الظاهر. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ومطهرك من الذين كفروا إنما المشركون نجس، وغير ذلك من الآيات التي تكلمت عن طهارة القلب أو طهارة الباطن. فقال الإمام الغزالي كما انتقد عن الذين أسرفوا في أبواب التوحيد، كذلك انتقد على الذين أسرفوا في من الفقهاء، انتقد. إذن لماذا نحن أخذنا أقوال الإمام الغزالي في العقيدة ولم نأخذه في الفقه؟ هو الذي تكلم عن الفقهاء وقال هؤلاء أصحاب الحيض يعني شغلوا الناس بهذه المسائل وينبغي لهم، لماذا لم نترك الفقه كما تركنا العقيدة؟ الفقه ظل مستمر إلى اليوم، والفقه تدرسه وأنت تعلم يقينا أنك لن تسأل عنه، تدرس المهذب وتدرس فوق المهذب وأنت تعلم أن لن يسألك أحد عن هذا الأمر. إذا قلنا أن الزيادة على الشيء الذي أنت تعانيه هذا الذي نقصده وينبغي علينا أن نشتغل بالأهم، إذن لماذا نشتغل بأشياء لن نسأل عنها؟ لكن نحن نميل مع ما يميل إليه أنفسنا، أنفسنا تميل. الطالب درس هذا الكتاب، إذن هو عنده قدرة يدرس هذا الكتاب، إذن ماذا يعني؟ هكذا يقول من جهل شيئا عاداه، فيعادون بقية العلوم ولو كانت هي علوم المعرفة، كما عاد الفقهاء التصوف، وكما الآن يعني من لم يفهم فقه التحولات يعني يعادي ويتكلم على فقه التحولات دون أن يفهم ما هو فقه التحولات. فقه التحولات ما هو شيء جديد، هو شيء يعني الحبيب أبو بكر شيخنا جزاه الله خير الجزاء يعني أعطاه الله عز وجل نظرة ثاقبة أفرده وبين تبين وتوضيح، وإلا هو موجود في الأصل، لأنه عبارة يعني عن رابع أو السؤال الرابع في أركان الدين، لكن جعل الله عز وجل ظهوره وجعل الله عز وجل يعني فتح المغالق على يدي شيخنا الحبيب أبو بكر بن علي المشهور. هذه نعمة من الله يعني أنعم الله عز وجل بها علينا يعني من أجل أن نتنبه إلى ما يحدث. فقلنا علم التوحيد جعله الله عز وجل من أجل أن نتعرف عليه، من أجل نتعرف على الله جعل لنا هذا الباب، باب ما يسمى بالإيمان أو ما يسمى بالتوحيد أو ما يسمى بالعقيدة. هذه العقيدة قلنا شابها يعني بعض الشوب، وهذا الأمر بدأ من عصر الصحابة رضوان الله عليه،
العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة واضحة، يعني سهلة، لا يوجد فيها هذه التعقيدات. لكن هناك من لا يريد هذه العقيدة لأنها تقف ضد المآرب التي يريدها. فالعقيدة تبين لك أنك لابد أن تكون حرا، لا يسيطر عليك أي إنسان. خليكم معي، هذا الذي مستحق. عندما أقول لا إله إلا الله فيتنفي أن يكون هناك أي مؤثر في هذا الكون، يعني لا أحد يستطيع أن يضرك، لا أحد يستطيع أن ينفعك، لا أحد يستطيع أن يرزقك، لا أحد يستطيع أن يمنع. إذن أنت حر في هذا الكون، لا أحد يقيد حركتك إلا الذي خلقك. لكن الطبع الإنساني يريد أن يستعبد الغير، يريد أن يكون هو أعلى وغيره أدنى. فكان من الطبيعي أن يقع المحاربة لهذه الكلمة ولهذا الدين. فأول من بدأ أصحاب الأفكار الذين عندهم أفكار في الدين مناقضة لأفكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أول من اشتهر بهذا الشيء، هم الخوارج. فالخوارج أول من بدأوا فهموا هذا الدين الفهم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه الدين. هؤلاء فهموا التشدد من الدين، فذهبوا يبنون قواعد وأسس ومناهج لهذا الدين على هذه النظرة. فكانت لا إله إلا الله والعقيدة تصادمهم، يعني لا ينبغي لك أن تتحجر أو أن تهمل الآخرين. ما أريكم إلا ما أرى، لا، رأيك أنت يحتمل أن يكون هو الخطأ. أنت لا تمثل هذا الدين، أنت تمثل آراءك أنت وتمثل فهمك أنت. فرأوا أن هذه الكلمة لا إله إلا الله أثر عظيمة أمامهم، فاشتغلوا عليها شغلا عظيما حتى يلغوا هذه الكلمة. وليس إلغاء الكلمة المقصود إلقاء لا إله إلا الله، لكن إلغاء ما تدل عليه وما تحمله هذه الكلمة. فجعلوا هذه الكلمة كلمة لا قيمة لها، يعني النبي يقاتل ويدعو الناس من أجل هذه الكلمة، وبكل بساطة هؤلاء الخوارج يجعلون من هذه الكلمة لا قيمة لها. لماذا؟ قلنا من أجل الوصول إلى مآربه. فكانوا يأتون كل من جاء يسلم، ما فيش حاجة اسمها إسلام، الإسلام ما هوش بهذه الكلمة، الإسلام هو القرآن. أي قول تعمل تفعله لابد أن نعرضه على القرآن الكريم. إذا وافقت أعمالك القرآن الكريم إذن فهذه الشهادة شهادة حق، وإذا خالفت القرآن الكريم إذن هذه مجرد كلمة ترددها على لسانك ولا يوجد لها حقيقة في قلبك. فبدأوا من هذا المنظار عمل المناظرات، والمناظرة الشهيرة بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية أن سيدنا علي بن طالب كفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد، لأنه بعد أن وقع النقاش طلب منهم الرجوع والاحتكام إلى أهل الرأي وهم أصحاب بدر. فبعد أن احتكموا إلى أهل بدر وقال أهل بدر بأن الحكم مع علي، خرجوا إلى الناس يقولون لهم يعني هذا الرجل يعني كافر بالله. قلنا له تعال نحتكم إلى كتاب الله، فقال نحتكم إلى أهل بدر، الله يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل من كان معه فهو كافر، لأن كل من رضي بالكفر فهو كافر. وعلى هذا الأساس بنوا هذه العقيدة وأخذوا فسووا بين الكافر وبين المسلم، لم يجعلوا قلنا لهذه الكلمة أي اعتبار. ولذلك عندما يقع الناس في فتنة، الإنسان الواعي المدرك هو الذي يبتعد ويخرج من هذه الدوامة وينظر من الخارج، يستطيع أن ينظر إلى الحقيقة. يقولون كيقولون المتفرج لبيب،
حتى عندما الآن تتفرق إلى مباراة، مصارعة، كرة قدم أو غير ذلك، أنت لأنك متفرق ترى أن لو كان فعل كذا كان يأتي بالهدف، لو كان فعل كذا كان، لأنك متفرق وأنت تنظر للأمر من بعيد من الخارج. هكذا فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المعركة التي بين الخوارج وبين سيدنا علي بن أبي طالب. نظر ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتقل، وهذه الحروب تكون في أمته، ما هو السبب؟ فنظروا وبكل سهولة نظروا إلى الخلل ووصفوا، شخصوا المرض ووصفوا العلاج. قال عنه الإمام البخاري في صحيحه: باب قتال الملحدين، باب قتال الخوارج والمشركين. وقال عبد الله بن عمر: إن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. هذا هو الخلاصة، الخلاصة التسوية الغير العادلة، المناداة بالرجوع إلى القرآن كذبا وزورا على القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ليس كل من حمل القرآن وقالنا بيننا وبينكم كتاب الله هذا معه حق، هذه العبارة ما استخدمها خلال يعني مشوار العالم الإسلامي إلا أهل الانحراف. كل من انحرف عن الحق هو الذي استخدم هذه العبارة. فبعد قلنا ما صار هذا الأمر وأبعد الناس عن جوهر التوحيد وشاعوا بهذا الأمر، بعدهم مباشرة طبعا ظهر فريق آخر، ظهر فريق آخر يسمى بالمقسمة، وكان عندهم غلو بالتقسيم الواضح، وهو مقاتل ابن سليمان كان يقول: لله يد بلحم وعصب ودم. وصار هو إمام أهل التقسيم. ممن هو؟ هو من التابعين ومن علماء أهل التفسير، لكنه يعني انحرف في هذه المسألة نتيجة لتأثيرات متقدمة حصلت له. فكان من الطبيعي كما يقولون لكل فعل ردة فعل، فظهر المقسمة فشيء طبيعي أن يظهر من يرد عليهم ويقع فيه أيضا التفريط، فهذا يقسم الله فلا بد أن يأتي من ينزه الله، لكن ينزه الله بطريقة مقابلة لهذه، لأن يقول لكل فعل ردة فعل مساوية له في الاتجاه، لا بد أن تكون مساوية من أجل التوازن. فظهر المعتزلة. ماذا كانت ظهور المعتزلة؟ أنكروا بعض الصفات، وهذا كان شيء طبيعي ردة المعتزلة على المقسم. فجاء السنة والجماعة في الوسط. إذن هناك خوارج جعلوا أن الدين وأن العقيدة وأن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قائم على أمرين، قائم على لا إله إلا الله بشرط موافقتها للقرآن الكريم. الشيء الثاني مذهب المشبهة المقسمة، وهو إمرار الآيات على ظاهرها واعتقاد الظاهر منها. الفرقة الأخرى قلنا ردة الفعل المعتزلة. عندما جاء ابن تيمية وهو أخطر يعني هؤلاء الجماعات كلهم، ابن تيمية يعني شيء عجيب وشيء غريب، لكن هكذا إرادة الله.
لماذا الله جعل الشيطان يكفر؟ لماذا الله لم يهدي الشيطان؟ طبعا هناك عندنا تجليات الجمال والجلال والكمال. لماذا الله عز وجل يجعل المسيح الدجال يخرج ويضل الناس؟ هذه أمور أجراها الله أولا وأخيرا. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل خلق الإنسان وجعل له الاختيار. خلق الملائكة مجبورون، وخلق البهائم لا أمر لهم ولا حيلة، ثم أراد أن يخلق خلقا. هذا الخلق أعطاهم الله عز وجل يعني نوع من الاختيار في اختيار العبادة. صحيح الأمر كله منهم، لكن الله عز وجل جعل لهم نوع من الاختيار. هذا الاختيار يحاسب عليه ويعاقب عليه، وما يسمى بالكسب والاكتساب. أما أن الله هو الذي يريدك أن تكون كافرا، الله لا يريد الكفر. الله لا يأمر بالفحشاء، لكن هذا الأمر هل خرج عن إرادته؟ لم يخرج عن إرادة الله شيء، يعني بحيث أن الله عز وجل يعني هل يكره؟ لا، الله عز وجل لا يكره على أي شيء. والله عز وجل لا يأمر بأي فحشاء ولا منكر ولا أي كفر. طيب لما يحصل هذا الأمر، هل هذا الأمر حصل خارج عن إرادة الله؟ لا، حصل هذا الأمر، والله عز وجل لو لم يرد هذا الأمر لم يكن. لكن طيب هذه الإرادة التي أراد الله عز وجل ما هي؟ هذه بما أعطى الله عز وجل نوع اختيار لهذا الإنسان. هذا الإنسان أحيانا يميل إلى الكفر، يميل إلى الانحراف، هكذا قال الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن الذي انحرف أولا؟ هل الله الذي أمره أن ينحرف، أم عندما رأى الله عز وجل أن هذا القلب لا توجد فيه تلك البضاعة التي يريدها؟ قال معاذ أن نأخذ إلا من وجدنا يعني بضاعتنا عنده. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما جاء ابن تيمية، ابن تيمية قنن هذا الكفر وهذا الانحراف. معنى التقنين يعني أن يجعل له القواعد والضوابط التي تحافظ على هذا الأمر. فكما جعل الأشاعرة قواعد وضوابط للعقيدة، ابن تيمية جعل قواعد وضوابط للكفر ولتقنين الكفر. كيف تكفر بالأدلة؟ كيف تقع في الكفر بالأدلة؟ مثل ما هذا الرجل يدلك على الخير وعلى الطريق، والشيطان يدلك على ذلك الطريق، هكذا ابن تيمية أعطاه الله عز وجل ذكاء، سخر هذا الذكاء في محاربة هذا الدين. هو نفسه لا يعلم أنه يحارب الدين، لكنه وقع في موقع. كيف هذا؟ انحراف الخوارج قننه ابن تيمية، أخذ انحراف الخوارج وانحراف المشبهة وما هناك وقنن هذا الكفر. قال لك هذا التوحيد الذي يعني هكذا باختصار، التوحيد الذي جاء به النبي هذا ارميه على جنب. التوحيد الحقيقي ثلاثة أقسام: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. مع أن النبي لم يتكلم بهذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد، وهو يدعي أن على الكتاب والسنة، لكن هذه دعوة كل من جاء يحارب الكتاب والسنة لابد أن يقول أنه على الكتاب والسنة، وأنه يدعو الكتاب والسنة. حتى الدجال أول ما يخرج يدعي الإصلاح وأنه مصلح، ثم بعد ذلك يترقى يدعي الولاية، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. لا يمكن لأي إنسان أن يقيم أي ثورة إلا بهذه الشعارات، شعارات العدل ومحاربة الظلم وإرجاع الحقوق إلى أهلها وغير ذلك.
ابن تيمية جاء إلى توحيد الخوارج الذي دعا إليه، وسمى هذا الكفر الذي دعت إليه الخوارج سماه توحيد الألوهية، الاحتكام إلى القرآن الكريم، وسمى التوحيد الذي عليه النبي والصحابة توحيد الربوبية. يعني قضية أنك تعتقد أنت فقط بلا إله إلا الله، أنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار وكل ما يترتب عليه، يقول لك هذا كلام فاضي. هذا الكلام كل أهل الأرض من مشركين وغير مشركين معترفون به، ولم يقع الكفر به، هكذا ابن تيمية يقول. طيب والنبي لماذا يقول أمرتنا قاتل؟ لا، قال النبي ما قاتلهم من أجل هذا، النبي قاتلهم من أجل توحيد الألوهية الذي هو في لا إله إلا الله وأنتم ما فهمتموه. ولذلك محمد عبد الوهاب لما جاء وقرأ يعني بعض مفاهيم ابن تيمية قال إذن الناس، أنا والناس من 500 سنة كفار، ولا أحد منا أنا ولا مشايخي إلى 500 سنة كان يعلم لا إله إلا الله. هذا يصرح به في كتبه موجود. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ ابن تيمية جعل توحيد الربوبية كل فعل لله، أي فعل لله، الله الخالق الرازق المحي المميت الحي، كل هذا كل فعل لله فيسمى توحيد ربوبية. وكل فعل للعبد يسمى توحيد ألوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول لك توحيد الربوبية هذا أن الله الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، هذا كل الخلق يعلمونه، لا أحد يجهله من الأولين ولا من الآخرين، لا من آدم ولا من أحد إلى أن تقوم الساعة. إذن ما دام أن الكل يعلمه لا يمكن أن يكون هذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما هو التوحيد الذي جاء به النبي؟ يقول لك توحيد الألوهية. ما هو؟ قال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، أن تعتقد أن أعمالك هذه إنما تعملها لأجل الله، هذا هو التوحيد عند ابن تيمية. طيب هذا التوحيد كيف نفهمه؟ كيف هو ضابطه؟ هل هذا هو الذي جاء به النبي فعلا؟ ليس هذا الذي جاء به النبي، لأن النبي لم يتكلم عن هذا الأمر قطعا، إنما دعا الناس إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله بغض النظر عن المعاني، كل المعاني تدخل ضمنها، كلما كان يدعو إلى توحيد الإله فهو يدخل فيها. لكن قلنا بدأ ابن تيمية الآن يقنن، بدأ يعرف الألوهية ويعرف الربوبية ويعرف الأسماء والصفات بأنها أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. طبعا كلها هذه شعارات كذب، لا ابن تيمية يلتزم بها ولا أحد يقدر أن يلتزم بها. كيف عرفنا أن هذا التعريف وهذه التقانين الذي جاء بها ابن تيمية أنها مناقضة للقرآن الكريم ومناقضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، لا يجوز إحداث تعريف نسمه أنه شرعي يخالف القرآن أو السنة، هذا ممنوع. عندنا لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا تخالف قواعد الدين. فما يأتي واحد يصطلح لنا باصطلاح يقول الله أنا بغض، أنا اصطلاح من أجل أقرب الفهم والمسألة، تقرب الفهم ليس على هدم الدين وعلى مخالفة الدين، فهذا شيء مرفوض عند الكل. وهذا ما ذكره تقي الدين السبكي عند شرحه على في جمع الجوامع، تقي الدين السبكي، وهذا مقرر عند علماء الأصول أن لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا تخالف هذه الاصطلاحات النصوص الشرعية. طيب أين خالفت هذه النصوص الأحكام الشرعية أو الشرع؟ هناك قاعدة، هذه القاعدة مهمة جدا وهي زبدة وخلاصة
علم المنطق. علم المنطق يتكلم عن كلمتين أو جزئيتين، عن التصورات والتصديقات. التصورات والتصديقات تلخصها علماء الأصول في قاعدة واحدة، فقالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. التصور الذي هو التصورات، والحكم هو التصديقات. فلخصوا علم المنطق في هذه القاعدة. فأي إنسان يريد أن يحكم على أي مسألة كانت، لابد أن تكون المسألة واضحة عنده جلية، وإلا خرج الحكم فاسد، خرج الحكم يعني خطأ، لأن الأحكام تبنى على التصورات. ولذلك الآن يعني من النقاشات العقيمة التي تجري بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع، مثل مناقشة أهل السنة الأشاعرة للوهابية مثلا في المولد. تأتي أنت وهم تتناقشون حول المولد، هذا يقول لك المولد بدعة، وهذا يقول لك المولد سنة مستحب. هذا ليس نقاش علمي. النقاش العلمي لابد أن يبدأ على ضوء هذه القاعدة المنطقية الأصولية: الحكم على شيء فرع عن تصوره. هو لابد أن يكون التصور واضح لهذه المسألة من أجل أن يقع النقاش حولها. أما أن يكون أنت التصور الذي عندك أن هذا المولد عبارة عن بدع وخرافات، وهذا المولد عبارة عن شرب الخمر ورقص وغير ذلك، والآخر يرى أن الصلاة على النبي واجتماع على ذكر الله، إذن الأمر فيه تباين، فلا يمكن أن يخرج حكما. فلذلك كل النقاشات تنتهي بعدم اللقاء والوصول إلى نقطة، لأن لم يكن النقاش نقاش علمي مبني على قواعد علم المناظرة. فأول شيء لابد أن يكون التصور واضح، اجعلوا تصور واضح للمولد وانتهى الموضوع. إما أن تقول المولد هو عبارة عن قراءة سيرة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض القصائد والأنشيد، ويكون الموضوع خاص انتهى، أن هذا الشيء مستحب. أما أن يكون هو عبارة عن بدع وخرافات، يكون هذا الشيء يعني بدعة وغير مستحب. فلابد من وضع هذا الأمر. ابن تيمية عندما وضع هذه التعاريف وضعها، لكن مهما كان أهل الباطل في باطلهم يستطيع أي إنسان بمجرد النظر أن يميز، لكن لمن خرج عن المؤثرات. لكن عندما يقول لك شيخ الإسلام حافظ الدنيا الذي لم تسمع له، اجعل له لهذا الشخصية أمر عظيم في نفسك تتحاشى أن تقترب منها. لكن عندما تنظر أنت، عندما يقول لك أن الرب هو فعل الإله، فعل الله، يعني هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وغير ذلك، طيب القرآن الكريم يقول غير ذلك. القرآن الكريم يقول: إذن لذهب كل إله بما خلق. أثبت أن الإله يخلق. أنت تقول لي أن التوحيد الألوهية فعل العبد. الله عز وجل يقول أن الإله هو الذي يخلق وليس الرب. طبعا نحن ما فيش عندنا حاجة اسمها الإله يخلق والرب يخلق، الفاعل هو الله. هذه الأسماء والصفات قائمة بالذات الإلهية، فالذات الإلهية هي التي تخلق وهي القائمة بهذه الأسماء والصفات. إذن قول أن الرب هو الذي يخلق هذا مخالف للآية القرآنية، أيضا مخالف لقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله. تفسيرها باختصار عند الكل يقول لك: لو كان في اثنين آلهة، اثنين، واحد يريد أن يخلق والثاني لا يريد أن يخلق، أو يريد أن يفعل شيئا والثاني لا يريد أن يفعل شيئا، سيقع اختلاف وتناقض. الأمثلة كلها تدور حول واحد يريد أن يفعل ولا يريد أن يفعل، يعني هذا ما يسميه ابن تيمية توحيد الربوبية، هو فعل الإله. لكن الله يقول لو كان فيهما آلهة، فنسب هذا الفعل الذي هو لله إلى الإله ولم ينسبه إلى الرب. إذا مما يبين لنا أن هذا التعريف مناقض للقرآن الكريم،
فكان من الطبيعي أن ينتج من خلال هذا التعريف نتائج خاطئة. برتب على هذا الأمر أن توحيد الربوبية لم يقع به كفر ولم يقع به إنكار، قال من عصر آدم إلى ما تقوم القيامة لن يقع فيه كفر ولا إنكار توحيد الربوبية. طيب وقول فرعون أنا ربكم الأعلى، يقول لك لا لا، هذا فقط قالها من باب المكابرة. إيش كانوا يلعبوا هو موسى؟ يأتي إليك يقول لك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أيوة شيء طبيعي، عندما يقع الإنسان في الهلاك يرى الأمور حقيقية، يرى أنه لا شيء عنده، لكن أول ما ينقلي هذا الأمر يرجع إلى كفره. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهو لا يرجع إلى أن هذا الأمر كله زيف، لا، يرجع إلى حقيقة الأمر. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حوالي 80 آية تتكلم على أنه وقع كفر وشرك في الربوبية، وذكر الله صراحة قال لكن هو الله ربي ولا أشرك، سورة الكهف، ولا أشرك بربي. هنا الشرك وقع في الألوهية أم في الربوبية؟ القرآن واضح، اللفظ لفظ الربوبية، وأنت تقول لي يا ابن تيمية أنه لم يقع كفر ولا شرك في الربوبية. يعني أنا الآن كل هذه الآيات بأولها وبأصرفها عن معناها من أجل أنصر فكر ابن تيمية؟ أيهما الأولى، ألغي فكر ابن تيمية وأثبت ما جاء في القرآن الكريم، أم أحاول أن أؤول وأصرف ما في القرآن الكريم من أجل أن أنصر فكر ابن تيمية؟ قال الله تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم. قال الله كفروا، كفروا من؟ قال كفروا ربهم. معنى ابن تيمية يقول الكفر بالربوبية لم يقع، وقال ألا إن ثمود كفروا ربهم، وقال في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم، ما قال بإلههم. طبعا هم يحاول يقول لك ابن تيمية عندما رأى قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو يقول عبادة تكون لله، حاول أن يؤول هذه الآية، فقال المقصود لماذا قال اعبدوا ربكم ولم يقل اعبدوا إلهكم؟ قال لما اعترفوا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وكفروا بالله، قال لهم طيب هي هذا الذي خلقكم والذي أعطاكم والذي رزقكم اعبدوه. أولا بهذا التأويل نقول له لكن هذه الآية لم تكن هي مثلها، هناك آية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم في آخر سورة الحج، إذن هنا يخاطب الذين آمنوا. إن كنا على القول الفاسد حقك والتأويل أنهم كانوا كفار، طيب هنا الآن يخاطب المؤمنين يقول اعبدوا ربكم ولم يقل اعبدوا إلهكم، ما يبين يعني فساد هذا الأمر وفساد هذا التعريف. وهذا كله قلنا من أجل أن يخرج الناس عن التوحيد الصافي إلى توحيد آخر بعيد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظرنا إلى أعظم قضية وقع فيها النقاش بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن والمشركين، ما هي أكبر قضية؟ أكبر قضية البعث والنشور، لذلك دائما القرآن الكريم يكررها. البعث والنشور هذا أحدهم جاء يقول لي يا أخي ليش إيش في توحيد الربوبية والألوهية؟ هو كان وهابي يعني.
قلت له أنت تعرف ما معنى توحيد الألوهية والربوبية، لذلك نختصر الكلام. قلت له البعث والنشور قضية عندكم ربوبية أم ألوهية؟ قال لي ربوبية. قلت له وقع الكفر بها ألم يقع الكفر بها؟ قال لي خلاص يكفي، لأن أكبر قضية وقع الكفر بها هي البعث والنشور. هم يقولون أن الكل معترف منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كل فعل لله يؤمن به. طيب والبعث والنشور لماذا كفروا به إذا كانوا يؤمنون بهذا الأمر؟ فترتب على هذا إحياء فكر الخوارج وعقيدة الخوارج من جديد، لكن بأسلوب مقنن سمي فيما بعد بتقسيم التوحيد. وأما الأسماء والصفات فهو عبارة أنك كيف تعبد المسيح الدجال. الأسماء والصفات جعلت من أجل نصرة عبادة المسيح الدجال. كيف ذلك؟ أولا لابد أن نميز بين العضو وبين الصفة. الآن لو أحد سألكم من الذي حاضركم، قلتم رجل من اليمن معه رأس ورجلين وجنب ويدين وعنق ووجه، الذي يستمع إليك يقول أنت إنسان عاقل؟ هذه ليست صفات، هذه أعضاء، والإنسان لا يوصف بالأعضاء. فلذلك العضو لا يوصف به، وهؤلاء يجعلون الأعضاء هي صفات. يقول لك الله من صفاته أنه معه الوجه ومعه اليدين ومعه الجنب ومعه القدم، كل هذه أعضاء وليست صفات. إذن قولهم عن الأعضاء صفات هذا نفسه تأويل ومجاز، وهم ينكرون المجاز والتأويل. طيب ما حكم إثبات الأعضاء لله؟ إثبات الأعضاء لله كفر بالاتفاق. ولذلك يقول الإمام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات. فلذلك عمدوا إلى تسمية هذه بالصفات، وسموها الصفات الخبرية أو الصفات الإضافية، وهي هذه يعني في الأصل ليست صفات، إنما هي في الأصل أعضاء. فجاء القرآن الكريم بها، فقال العلماء هذه الآيات التي فيها نوع من التشبيه أو نوع من المشابهة، قد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني المتشابهات هذه تبتعد عنها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني الكفر وتشبيه الله، وابتغاء تأويله أي خروج النص يعني إلى معنى قد لا يريده الله. فبدأوا بالأسماء والصفات. ما هي الأسماء والصفات؟ الآن عندما تأتي إلى كتاب من هذه الكتب هكذا تفتح الكتاب، مثلا العقيدة الواسطية، تفتح العقيدة الواسطية تجد باب إثبات الوجه، باب إثبات العينين، باب إثبات الجنب، باب إثبات القدم. أنت الآن تصف من؟ تصف من ليس كمثلي شيء أم تصف إنسان؟ هذه هي عبادة الدجال، التمهيد لعبادة الدجال. النبي لم يأتي يقول لنا الله معه يدين ورجلين وجنب، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذلك. النبي جاء يتكلم، قال قل هو الله أحد، لما قال صف ربك قال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب كيف يعني هذه تدل على عبادة الدجال؟ المسيح الدجال
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعبد في آخر الزمان كإله. إذن لابد أن يكون هناك من يمهد لعبادة هذا الإله. من غير المعقول بين عشية وضحاها يخرج كذا إنسان يقول لك أنا الله، لكن لابد هناك من يمهد لعبادة المسيح الدجال. فقام ابن تيمية وأخذ هذا الأمر ومهد لرسم صورة للإله مكونة من هذه الأعضاء. هم يقولون للناس أن المسيح الدجال أعور، يعني ما في عين. هذا الكلام غير صحيح. المسيح الدجال أعور، يعني عينه لا يرى بها، العين موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري قال: عينه كالعنبة الطافئة، يعني العنبة لما تبدأ تفسد ترجع تفسد إلى بيضة، فيكون العين هذه بيضة ما يرى بها لكنها موجودة. ولذلك يقولون أن الله معه، ربهم أنه معه عينين. وبدأ ابن تيمية يؤسس لهذا الأمر، وكل من جاء بعد ابن تيمية يحاول أن يكمل هذا المشوار إلى أن جاء الآن في هذا العصر التويجري، وصرح بها وألف كتابا سماه عقيدة أهل الإيمان بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يعني الله عز وجل هو على صورتك أنت. يعني إذا خرج المسيح الدجال وقال أنا الله، إذن هو على هذه الصورة. فيأتي الناس ويتبعون، وخصوصا أنه ورد في الأحاديث أن أنصار المسيح الدجال، مجمل الأحاديث أنهم إما من هذا الفكر الوهابي الخوارج، أو بعض من لحق يعني بالتشيع. لأنه ورد في الحديث قال: يخرج 40,000 عليهم الكورة الحمراء أنصار المسيح الدجال. الكورة الحمراء كالشال هذا، الكورة الحمراء يقول ابن حجر الهيتمي قال: هو رداء يوضع على الرأس كالطيلسان. يعني هكذا يوضع على الرأس كالطيلسان، يجعل طرفاه بين كتفيه. هذه الكورة الحمراء ما فيش أحد يلبسها إلا الوهابية، لا نعرف أحد يلبس هذا الشكل بهذه الطريقة. هم يلبسوا فقط العمامة الحمراء. هذا وصف أنصار الدجال. سنة النبي هكذا، الطيلسان هكذا، وكان النبي يجعلها هكذا. أما أن تجعلها بين كتفيك هكذا، هذه ليست سنة النبي، هذه سنة أنصار المسيح الدجال. الطيلسان سنة، وكان النبي يتطيلس، وكان النبي يلف الرداء يعني على وجهه، وليس يجعلها هكذا مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يعني من أجل تزداد التوضيح، وهو حديث معروف في وصف الخوارج، قال: جاء رجل في صحيح البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية مشمر ثوبه إلى أعلى ساقيه ناتئ العينين بارز الجبهة، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر في عنقه، فقال: يا محمد اعطيني من مال الله ليس من مال أبي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، فقال له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخرج ما معه وأعطاه. قال له رضيت؟ قال نعم. فانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والذي نفسي بيده لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. الحديث هذا وصف عجيب، ننظر هذا الوصف ينطبق على من؟ شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، والصحابة كلهم لحاهم كثة. لما يأتي إنسان يقول لك كلنا نلبس قميص أبيض، يقول لك فلان ما شاء الله كان لابس ثياب ثوب أبيض، يعني ثوب أبيض وكلنا نلبس ثياب بيض، يعني البياض الذي في الثوب حقه بياض متميز يلفت النظر. سيدنا خالد وسيدنا عمر وصفوا الرجل بأنه كث اللحية، مع أنهم كلهم كثوث اللحية، لكن بالغ في تربية اللحية حتى لفتت الأنظار، فكانت لحيته في الكثافة متميزة. وهذا هو الذي يدعو إليه هذا الفكر، فلا يدعو إلى مجرد تطويل اللحية أو تربية اللحية، بل يدعو إلى تطويل اللحية والمبالغة فيها مثل ما كان زعيمه. قال مشمر ثوبه إلى أعلى ساقيه، هذه عندما تجدها هذه الصفة، هذه الصفة الوهابية يلبسونها. قال فجذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهكذا يفعل الآن الوهابي في كل مكان، يبين لك أنهم أهل قوة وأنهم أهل يعني تغيير منكر، وما في أدب مع من يتكلمون معه، مثل زعيمهم النبي أمامه يقول أعطيني مال لا ليس مال أبيك. هذه الآداب وهذه الأخلاق التي أخذها الوهابية، النبي أعطاه، بعد أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن غضا طريا، يعني وصف هؤلاء أنهم يقرؤوا القرآن، وأهل الخوارج معروف كيف كانوا يقرؤون القرآن، والآن التغني بالقرآن وهذا أشياء، هذا صفة معروفة واضحة عندهم. قال لا يجاوز حناجرهم، يعني فقط مجرد مخارج الصوت والتلحين، القلوب فاضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية، كيف يعني؟ يعني قول خير، خير هي في الأصل أفعل تفضيل، أصلها أخير، حذفت الهمزة تخفيفا، يعني هم لا يطلبون إلا أصح الأحاديث للنبي. الآن يقول لك ما نشتهي الضعيف، نشتهي الصحيح، هذه الأشياء التي بيّنها النبي. قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، عندما تأتي أنت الآن تنظر إلى صلاتك أو قراءتك تجد لا وجه للمقارنة بينك وبينهم، هذا النبي أخبر أن هؤلاء هم أهل النار الذين وصفهم النبي. قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. عمرك سمعت وهابي يقول يلا نحارب إسرائيل؟ عمرك سمعت؟ لا يوجد على الإطلاق. لكن يلا نحارب الصوفية الذي يقول لا إله إلا الله، الكل قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
لا يدعون إلا المسلمين، ما يذهب يدعو الكافر. أين البلاد المسلمة التي فيها تصوف يأتون من أجل أن يخربوا البلد؟ مثل الآن أندونيسيا جاءوا من أجل يخربونها، لكن قل لهم روحوا ادعوا، يعني أهل الملل والنحل، خلينا أمر ندعو هؤلاء المسلمين نردهم إلى الدين. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم الرصاصة تدخل من جانب وتخرج من جانب آخر، فهم يدخلوا الإسلام بلا إله إلا الله ويخرجوا من الإسلام بتكفير أهل لا إله إلا الله. سيدنا أبي طالب لما روى هذا الحديث ذكر فيه زيادة، والزيادة جاءت لمناسبة. لما كان في معركة النهروان هذا الرجل الذي يسمى ذو الخويصرة اليمامي بالميم من اليمامة، الآن هم يحرفوا الكتب يقول لك اليماني، هو اليمامي. لما وقع في معركة النهروان قتله سيدنا علي بن طالب، قتل فذهب يبحثون عنه فوجدوه، قال إحدى عضديه، يعني مثل ثدي المرأة، يعني هذه المكان الذي هي مكان إظهار العضلات يكون يعني شكله مثل شكل يعني الثدي حق المرأة، فوجدوه فقال أبو ذر يعني الحمد لله الذي أراحنا الله منهم. قال له سيدنا أبي طالب إن منهم في أصلاب أمهاتهم لم تلده بعد وسيخرجون مع المسيح الدجال، يعني هؤلاء هم أنصار المسيح الدجال، لأن هؤلاء هم أهل الدجل وأهل الانحراف. احنا جعلنا هذه كمقدمة على بال يعني في العقيدة، وإن كانت في العقيدة لكن من أجل على بال ما نبدأ في العقيدة. فنبدأ الآن في العقيدة. التوحيد كما هو المعروف من مبادئ علم التوحيد باختصار يعني نذكرها من خلال تعريف علم التوحيد. الحد والموضوع، موضوع التوحيد هو ذات الله سبحانه وتعالى وألحق به يعني ذات الرسل الكرام رضوان الله عليهم. موضوعه ذات الله، يعني ذات الله المشتملة على الأسماء والصفات. الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة أن تتعرف على الشيء الذي من أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتعبد الله على بصيرة. فكل من عرف نفسه عرف ربه. كيف ذلك؟ يعني إذا عرفت نفسك أنك مخلوق فالله هو الخالق، إذا عرفت نفسك أنك محدث إذن الله الذي أحدثك، إذا علمت أنك مركب فالله الذي ركبك، إذا علمت أنك فقير فالله الغني. كما يقول أبو سعيد الخراز عرفت الله بالأضداد، بالشيء وضده. كل شيء في هذا الكون محدث، إذن لابد له يعني من محدث وهو القديم. حد والموضوع ثم الثمرة وفضله. فضل علم التوحيد هو أصل، لأنه هو الذي تفرعت منه العلوم. نسبته إلى غيره طبعا هو أصل العلوم وغير فرع. وفضائله فاعلم أنه لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته. نسبته إلى غيره من العلوم قلنا أنه أصل، وغيره من العلوم فرع. حد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة. الواضع، أول من وضع علم التوحيد حقيقة هو الله في القرآن الكريم، لكن من خلال التدوين فأول من وصل إلينا هو الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة في كتابه الفقه سماه الفقه الأكبر لأنه تكلم عن قضايا الإيمان، فهو أول ما وصل إلينا. ثم لحقه يعني ابن كلاب، ثم الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، ثم جاء أبو جعفر الطحاوي
وكتب رسالته العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك يعني ظهر مجموعة من المعتزلة، ثم بعد ذلك جاء الإمام أبو الحسن الأشعري ولخص جميع ما قيل في العقيدة في هذه الكتب التي أخرجها لنا، وهي ما يزيد على 300 كتاب لم تصل إلينا كلها، لكن هذه أسماء الكتب وصلت إلينا من خلال التلاميذ. وهناك في الجانب الآخر أبو منصور الماتريدي، ولذلك تنسب العقيدة إليهما لأنهما كانا في نفس الوقت في نفس العصر. أبو الحسن الأشعري يتقدم بقليل على الإمام أبو منصور الماتريدي. الاسم الواضع حكم الشارع. حكم الشارع علم العقيدة مثل غيره من العلوم، منه ما هو واجب فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مندوب. فالفرض العيني الذي يترتب عليه معرفة أركان الإيمان، والفرض الكفائي يترتب عليه رد الشبهات إذا ظهرت. لابد على الإنسان يتعلم يعني علم العقيدة ويتوسع فيها حتى يستطيع أن يرد على الشبهات، فهذا فرض كفاية. والمندوب، المندوب معرفة يعني ما يتعلق بالإيمان مما جاء في الكتاب والسنة. والمستحب أن تلم بهذا العلم، فعلمك بالشيء خير من الجهل به. حكم الشارع مسائله. المسائل التي يبحث فيها علم التوحيد يبحث هو في الواجبات والجائزات والمستحيلات، يبحث في السمعيات التي جاء بها السمع، ويبحث قلنا في هذه الأمور الواجبات والجائزات والمستحيلات. هذه مسائل التي يبحث عنها، وهي المشتملة على أركان الإيمان. طيب الآن عندما نبدأ بهذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة كم أركان لا إله إلا الله؟ وفي ثالث، الترتيب بين الركنين، لأن لا يجوز أن تقول إلا الله لا إله، فلا بد من الترتيب. أركان لا إله إلا الله ثلاثة. ركن السلب لا إله، وركن الإيجاب إلا الله، والترتيب بين الركنين عدم التقديم والتأخير. وهذا ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني لا يحق لي أؤمن بالله ثم أكفر بالطاغوت، لأن إيمان مع وجود كفر لا ينفع. أو أؤمن بالله ولا أكفر بالطاغوت، لا ينفع. أو لا إيمان بالله ولا إيمان بالطاغوت، يعني كفر بالجميع كما يفعل الملاحدة، هذا لا ينفع. فلا بد أن يكون هناك كفر بالإله، إيمان بالإله، ترتيب فيما بينهما. فهذه الأركان يسمى ركن السلب وركن الإيجاب. فلا إله قلنا تنفي أن يكون هناك مؤثر في هذا الكون، تنفي أن يكون هناك نافع ضار في هذا الكون، تنفي أن يكون هناك كل ما يمكن أن يدخل ضمن الإله ينتفي جملة وتفصيلا. أي شيء يمكن أن يكون لإله فهذا لا إله لا بد من أن ينتفي، لأن نفي الإله نفي ما يترتب عليه الإله، فالإله هو المعبود، الإله هو المتصرف، الإله هو المتحكم، الإله هو النافع، الإله هو الضار، كل هذه الأمور تنفيها فلا يكون شيء. ولذلك قالوا عن هذا الأمر، عن هذه الشهادة الصوفية، قالوا التخلية قبل التحلية.
يعني لا إله تخلية القلب من أي شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما قاله الفقهاء في شرح الحديث داخل، لكن الحديث يتناول الإيمان ولا يتناول الوضوء، لكن الوضوء داخل باعتبار أنه مما يزيد في درجات الإيمان. فالنبي يقول: الطهور شطر الإيمان، يعني طهارة الشيء الشطر الأول من الإيمان. فطهارة القلب الشطر الأول لا إله، والشطر الثاني إملاء القلب بمعاني الإيمان بالله. فلذلك قالوا التخلية قبل التحلية. قال النبي قلنا الطهور شطر الإيمان، لأن لا يمكن أن تؤمن بشيء إلا إذا نفيت الضد. الآن يمكن الإنسان يتوضأ وهو يخرج منه الفساء، ما يصلح، لابد النقيض يرتفع. إذا لم يرتفع النقيض إذن الوضوء لا يصح. فكذلك الإيمان لا يصح مع وجود الكفر، فلابد أولا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذه لا إله إلا الله شروط لها، من أعظم هذه الشروط ما قال الله عنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم حقيقة هذه الكلمة وما اشتملت عليه هذه الكلمة، لا ما يسمى بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، بل كل ما يطلق عليه اسم الإله ولو كان الهوى، يبتعد بكل ما له من لوازم. فلوازم الإله السمع والطاعة والتصريف وغير ذلك، فكل هذه الأمور تنتفي. فلا إله إلا الله. بعد هذه الكلمة لا إله إلا الله، هناك بعض الشبه يعني ذكرناها في هذا الكتاب، وهي نتيجة أن أحدهم أنزل منشور يقول فيه أن الفرق الإسلامية الأشاعرة الماتريدية المعتزلة أهل الحديث بين قوسين الحنابلة. هذا كلام الوهابية. من أجل نعرف يعني بطلان هذا الكلام بكل بساطة، ما عندنا خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة أنهم من الفرق، لكن الخلاف عندنا قول أهل الحديث الحنابلة. الحنابلة لم يكونوا أهل الحديث على ممر التاريخ، لأنه لا يتكلم عن أحمد بن حنبل، لو كان يتكلم عن حنبل محدث، لكن يتكلم هو عن منهج الحنابلة. الحنابلة شيء، حنبل شيء آخر. وإذا قال أحمد بن حنبل نقول الإمام الشافعي محدث، الإمام مالك محدث، الإمام الأوزاعي محدث، كل محدث، الإمام البخاري محدث، مسلم محدث. اختاروا الحنابلة. الحنابلة من المحدثين من أئمة الحنابلة، يعني كلمة أهل الحديث الحنابلة، يعني كلمة أهل الحديث يبين لك أن هؤلاء الجماعة أطلق عليهم أهل الحديث لأنهم اشتغلوا بعلم الحديث إما رواية أو دراية. وعلى ممر التاريخ الإسلامي لم يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية كاشتغال علني على المستوى إلا الشافعية. الشافعية هم أهل الحديث على ممر التاريخ. هناك في مع الأحناف في محدثين، مع المالكية في محدثين، مع الحنابل في محدثين، لكنهم لا يقارون الشافعية. فلو أطلق حقيقة هذا الاسم لكان أهل الحديث الشافعية. أول من أطلق عليه ناصر الحديث، ناصر السنة، من هو؟ نعم، الشافعي. إذن الأقدر بهذا هم الشافعية وليس الحنابلة. إذن هذه المغالطات وفقه المغالطات. فعندما يأتي إنسان يعني قلنا مذهب الحديث، مذهب الحديث المحدثين منهم محدث، تعال
على رأس المحدثين كقمة أعلام البخاري يأتي بحكم أن البخاري كأصح الأحاديث، أو يأتي الإمام مالك بحكم أن أقدم الكتب، يعني من حيث الكتب المتلقاة المرضية. وبعدين أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة لم يكونوا حنابلة، لم يكونوا على عقيدة التقسيم، بل صرحوا صراحة أنهم ضد عقيدة التقسيم، وهذا ما نقل عن الإمام البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا معروف في ترجمته، والإمام مسلم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا مذكور ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمتهما. ولما كان في حلقة محمد بن يحيى الذهلي قال محمد بن يحيى الذهلي من كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق فليقم من حلقتي، قام الإمام مسلم وأرجع له الكتب وخرج، مما يبين لك أن الإمام مسلم كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق على مذهب الإمام البخاري، ومذهب الإمام البخاري كان على مذهب ابن كلاب، وهو كان أحد يعني ناصر أهل السنة والجماعة والسلف في وقته. إذن أنت الآن عندما تأتي كمحدثين، الدارقطني أشعري شافعي، البيهقي أشعري شافعي، الحافظ بن حجر أشعري شافعي، الحافظ نور الدين الهيتمي، الحافظ العراقي، الحافظ العلائي، البارزي، أئمة يعني على ممر التاريخ لا يخلو عصر منهم كلهم أشاعرة شافعية، كم منكم أنتم الحنابلة؟ قلة قليل. وكم من الحنابلة مقسمة؟ أقل من القليل. ابن الجوزي المحدث حنبلي يرد عليهم في كتابه دفع شبه التشبيه ليكف التنزيه، هو كتاب مهم ينبغي كل طالب أن يكون عنده وأن يقرأ هذا الكتاب، لأنه هو أفضل من رد على الحنابلة بيكون أنه حنبلي رد عليهم. فبينا أن هذا أن أهل الحديث إنما هم الحنابلة، إنما هم الأشاعرة. وأفضل قول يوضح منهج الأسماء والصفات قول من؟ قول الإمام مالك باتفاق الكل حتى ابن تيمية يقول وقول الإمام مالك هو القول الفصل في إثبات الأسماء والصفات. طيب الإمام مالك يا ابن تيمية يقول عنك أنك مبتدع ضال على منهجه، لأن الذي سأله عن الاستواء قال السؤال بدعة وما أراك إلا رجل سوء وما فيش أحد يسأل عن هذا إلا أنتم، إذن أنتم أهل البدع في نظر الإمام مالك وأنتم أهل السوء. منهج الإمام مالك أن الذي يسأل عن هذه الأمور هو مبتدع ضال. إذن على قول المحدثين كما التزموا أن مذهب الإمام مالك هو الذي يبين مذهب المحدثين، مذهب المحدثين يبينون أن الخوض والسؤال عن هذه الأمور أنه بدعة وأن صاحبه مبتدع. وهذا ليس قول الإمام مالك فقط، بل قول الأئمة حتى الإمام أحمد بن حنبل من بعده. فقد أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحمد بن حنبل وترجمة أبي علي الكرابيسي، قال جاء أبو علي الكرابيسي وقال لأصحابه تعالوا بنا نسأل هذا الفتى، فجاءوا إليه. طبعا أبو علي الكرابيسي وأبو ثور والزعفراني وأحمد بن حنبل هؤلاء هم نقلة مذهب الشافعي القديم. كان الكرابيسي صاحب علم، علم كلام وعلم سنة وفقه، جمع علوم متعددة. فجاء أبو علي الكرابيسي إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال بدعة. أحمد بن حنبل يقول بدعة. قال إذن كلام الله ليس بمخلوق، ما تقول في ذلك؟ قال له بدعة. أحمد بن حنبل يقول له لفظي بالقرآن مخلوق، يقول له بدعة. طيب القرآن مش مخلوق، قال له بدعة. فقال أبو علي الكرابيسي ما نرى يعني من هذا الفتى إلا أنه يريد أن يخالفنا،
لكن أحمد بن حنبل لم يرد هذا. أحمد بن حنبل كان منهجه شيء ما قاله النبي أنا ما أقوله، شيء لم يأخذ فيه النبي أنا لن أخوض فيه. النبي لا قال القرآن ليس مخلوق ولا قال القرآن مخلوق، فهذا نفسه بدعة، الإثبات والنفي بدعة، خلاص هذا كلام الله، انتهى الموضوع، ما نزيد ولا ننقص. وهذا كان كلام مذهب السلف، أمروا كما جاءت من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تقديم ولا تأخير. فهكذا كان منهج أهل الحديث، عدم الخوض نهائيا في هذه المواضيع، تخوض بحق تخوض بباطل. ولذلك قاموا ضد البخاري، لما بدأ البخاري يتكلم قام أبو حامد الرازي وقال البخاري عندنا متروك الحديث، يعني لن نتكلم في هذه الأمور. وقام الذهلي وتكلم على الإمام البخاري، وإن كان البخاري معه حق وعلى حق، لكن يقول لك نحن نلتزم هذا الأمر، نحن التزمنا هذا الأمر، ما نخوض في هذه الأمور. لكن البخاري كان قد درس علم الكلام وتعلم علم الكلام، أما الحديث فلم يكونوا يتعلمون علم الكلام، فلذلك كانوا يقفون مع هذا الأمر بالرفض وعدم القبول للخوض في هذه المسائل. قلنا لك أنهم ليسوا بأهل الحديث على ممر التاريخ. أهل الحديث قل لهم هكذا باختصار، الإمام مالك ما يقول، أنتم دائما تأتون أين الله الرحمن عرش استوى، هذه الإمام مالك يقول عنها أنها بدعة وأن السائل لها مبتدع. إذن أنتم في نظر أهل الحديث أهل بدع، هكذا يرد عليهم، يرد عليهم باختصار. يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قل لهم أنتم أهل الزيغ والضلال والانحراف، أنتم لو كان عندكم عقيدة صحيحة فتتبعوا ما جاء به النبي وما علمه النبي. النبي لم يعلم الوجه الله لا وجه ولا يدين ولا جنبين ولا رأس، وهذه الأمور، هذه الأمور كلها بدع جئتم أنتم بها، لم يأتي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وشغلوا الأمة بهذه الأمور وتركوا الكفر ينتشر. يقول لك سبب التخلف، سبب التخلف أنتم شغلتم الأمة بهذه الأمور، وشغلهم ابن تيمية ومن على شاكلته، وتجلس الوقت كله مشغول في هذه الأمور. قضية التأويل والتفويض، هل هي حقيقة أم ليست بحقيقة، وهل لها وجود أم ليس بوجود، وهل لها دليل؟ الذي يقرأ القرآن الكريم يعلم يقينا أن التأويل لا بد منه، وأن المجاز موجود في القرآن حقيقة، والذي قال بعدم المجاز هو غير الاسم. الآن مثلا الوهابية يقول ما فيش مجاز، ولما يوصلوا عند الآيات القرآنية يقول لا لا نحن نفسرها. التفسير هو التوضيح والبيان، والفرق بين التفسير والتأويل أن التأويل إذا صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا مجاز تأويل، وإذا وضحت توضيح فقط للكلمة هذا التفسير. الآن أنت عندما تقول رأيت أسدا على فرس، هذا حقيقة، هذا تفسير. تقول الأسد المقصود الرجل الشجاع، تقول تفسير، هذا ليس تفسير، لأن التفسير أن تفسر ما هو الأسد، الأسد هو الحيوان المفترس، وليس أن تنقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى آخر تصرفه عن ظاهره وتقول لي تفسير، هذا تأويل وهذا مجاز. فأنت الآن عندما تقول هكذا القرآن الكريم هكذا يعلمنا، يأتي القرآن الكريم يذكر لنا كلمة هنا ويثبتها لله، ثم يذكر هذه الكلمة
بهذه اللفظة في مكان آخر وينفيها عن الله. كيف نفهم هذا؟ الله عندما يقول اليوم ننساكم يثبت أن النسيان له، لفظة النسيان. ثم يأتي في آية أخرى يقول وما كان ربك نسيا. إذن لابد أن نفهم أن لفظة النسيان هنا معناها غير لفظة النسيان هنا، وإلا لكان هناك التناقض. فلفظة النسيان يقول ابن عباس ننساكم نترككم، وليس النسيان الذي هو ذهاب الحافظة مع القوة المدركة، ما كان معلوم بذاكرة لكنه غاب عن السهو، ما كان معلوم بذاكرة لكنه غاب عما تلك الصور، فإن تكن عنهما غابت حقيقته فذاك نسيان بغير مراء. السنة النبوية جاءت ربما توضح يعني أوضح من هذه العبارة، وهي ما جاء في الحديث القدسي، الحديث المشهور في صحيح مسلم: عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده. هنا الله عز وجل في أول لفظة يقول عبدي مرضت، يعني بتاء الفاعل، يعني من هو الذي وقع عليه المرض؟ الفاعل، الفعل وقع على هذا الفاعل، أي أن المرض وقع على الله. هذه اللفظة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد كيف يعني أنت تمرض، أنت النافع الضار. يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، الآن يفسر له أن هذا اللفظ الذي ظاهرة على ظاهرة أنه غير مراد، وأنه إنما أراد أمرا آخر يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض. طيب قبل قليل تقول لي أنا مرضت، لماذا؟ قال علماء إضافة تشريف للعبد من باب الإضافة. إذن الإضافات ليس أسماء وصفات. أما علمت أن عبدي فلانا مريض ولو عدته لوجدتني عنده، العندية عند كل مريض بالرحمة والرعاية والعناية. فهنا قالوا هذه الآيات وهذه الأحاديث تعلمنا التأويل، تعلمنا المجاز، تعلمنا أن اللفظة يؤتى بها ولا يراد حقيقة اللفظة، إنما يراد أمرا مجازيا آخر. واضح الحديث؟ فكان التأويل. طيب هل أول السلف؟ أول السلف، لكن كان التأويل عند السلف قليل. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يحتاجون إلى التأويل، الكل كان على سليقة، الكل كان يفهم القرآن الكريم، لأن الصحابة عاشوا مع النبي، عرفوا مقاصد الشريعة، لماذا كل آية نزلت. وجاء التابعون تلقوا مباشرة منهم حديثي عهد، فلم يكونوا يحتاجوا إلى هذه الأمور. فلذلك يقول الإمام الغزالي نحن في عصر، لو جاء الصحابة في عصرنا لخاضوا فيما نخوض فيه، ونحن في عصر لو جئنا في عصر الصحابة لما احتجنا أن نخوض في هذا الأمر. يعني هذه العلوم وهذا الخوض إنما الحاجة الذي دعت إليها. فالتأويل عبارة عن علاج يعطى للمريض وهو مريض التشبيه والتجسيم، وأما الذي ليس عنده تشبيه وتجسيم فمش داعي تأتي وتخوض فيه في هذا الكلام وتدوشه وتشغله. مما أوله السلف قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا بأيد قال ابن عباس بقوة، ودرج عليها المفسرون. ابن تيمية لما رأى هذه الكلمات أمام
وأن كل أهل التفسير ينقلونها، عمد إلى حيلة أخرى. قال لك شوف، قال والسماء بنيناها بيدي أم قال بأيد؟ قالوا بأيد. قال الأيد غير اليد. قال الأيد أصلا هي القوة، وأما اليد فهي الصفة. طبعا هذا كلام كله كذب. لما ترجع إلى القاموس يقول لك الأيد جمع يد، تجمع على أيد وعلى أيادي، ودي على ذلك قول الله تعالى ولأن نزلنا كتابا في قرطاس فلمسوه، فلمسوه بأيديهم، يعني إيش لمسوه؟ بقوتهم. قال لمسوه، واللمس يكون بالجارحة ولا يكون بالأمر المعنوي. فحاولوا أن يؤولوا، يصرفوا الظواهر من أجل لا تصادم الفكرة التي جاءوا بها. فقلنا جاء التأويل في عدة يعني آيات من القرآن الكريم، مما تبين أن التأويل غير مخالف للقرآن الكريم، لكنه لم يكن هو المنهج المتبع عليه عند السلف، لكونهم ليسوا بحاجة له إلا عند الحاجة. فلذلك قالوا التأويل يعني من أعمال الخلف، والتفويض يعني ما درج عليه السلف. طيب ما هو التفويض؟ التفويض يقول لك كل لفظة جاءت في القرآن الكريم أثبتها كما هي، لا زيادة ولا نقصان ولا تخوض فيها. فالله يقول الرحمن الرحيم استوى كما قال، الله أعلم بمعنى الاستواء، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم كل شيء هالك إلا وجهه، لأن آية قرآنية لا يمكن أن تنكرها، لكن أيضا لا تفسرها، قراءتها تفسيرها تمشي من غير خوض. لكن هم لا، هم يخوضون، وعندما يخوضون يريدون منك أن تقع في التشبيه والتقسيم بدون أن يقول لك تشبيه أو تقسيم. فمثلا يقول لك أين الله؟ تقول لا الله موجود. يقول لك أيه بس الله في السماء. كيف في السماء؟ يقول لك الرحمن على العرش استوى. إيش الدليل أن الله عز وجل في السماء؟ يقول لك الرحمن على العرش. الإنسان عندما يأتي بدليل في مسألة معينة، هو لا يأتي بالدليل وهو لا يفهم معناه، لأن إذا جاء بدليل ما يفهم معناه هذا إنسان جاهل. لأن إذا كان ما يفهم معناه يعني تقول الرحمن على استوى قل يا أيها الكافرون، يقول الله، إيش دخل ذي الآية في ذي؟ لأنه ما يفهم معناها، فهو يأتي بأي دليل. لكن عندما يأتي بدليل لمسألة هو يفهم معناه، لأنه جاء به كدليل للمسألة التي يريدها. لما تسأله ما مع استواء يقول لك الله علم مراده. كيف الله علم مراده وأنت جئت بها كدليل؟ ما في إنسان يأتي بدليل لمسألة وهو يجهل المعنى، لأنك أنت جئت بها كدليل تستدل بها، يعني أنت فاهم أنها دليل وأن معناها كذا وكذا وأنها تصلح هنا للرد على السؤال. وقلنا أن المنهج في هذا الإمام مالك، قلنا قطع الكلام في هذا. أما ألفاظ الاستواء فهو مذكور في القرآن. طبعا الاستواء هم يقولون الاستواء له أربع معاني فقط، أنه إما جلس وإما استقر وإما صعد وإما علا. طبعا لفظة الاستواء هي لفظة لا تفيد أي معنى إلا التمام، معناها التمام. فالتمام في ماذا؟ بعدين التمام بحسب الجملة التي تلتصق فيها.
قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. يعني إيش استوى؟ كمل في الرجولة، آتيناه حكما وعلما. قال: لتستووا على ظهوره. استوى على ظهوره يعني تكون مستقر متمكن على ظهر الدابة. قال: لتسوون صفوفكم، يعني تستقيموا تكونوا متساوين. قال: استوي قائما يا سواد. لما خرج سواد من الصف فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استوي يا سواد، يعني لا تخرج من الصف، استوي في الصف. مش معناه جلس، هم كانوا واقفين. عندنا نحن في كتب الفقه قال: كبر حتى تستوي قائما. طيب كيف تستوي قائما؟ لأن يعني تكون في كمال القيام. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا وحتى تستوي راكعا. والركوع ما له دخل. فكلمة الاستواء تؤخذ مما يضاف إليها بحسب الجملة، بحسب الجملة يتبين معناها. أما هي نفسها لا تفيد علو ولا تفيد استقرار ولا تفيد ارتفاع، ولذلك جاء ابن حجر فيها بما يزيد على 18 معنى للاستواء، كلها بحسب ما تضاف إليه. وعندنا يقولون أن الاستواء يعني بمعنى الاستيلاء وهو القهر، يعني وهو التمام. فالله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض وخلق العرش، عند ذلك قال: وخلق السماوات والأرض في ستين، ثم استوى على العرش، أي ثم أكمل الكمال والتمام والإدارة وخلق السماوات والأرض. قال: ثم خلق السماوات والأرض بالحق ثم استوى على العرش. فكلمة الاستواء أنه أكمل يعني خلق السماوات والأرض، عند ذلك بدأ في إدارة شؤون هذا الكون بعد أن أكملها. نعم. هذا بالنسبة للتأويل والتفويض. التفويض قلنا إمرار الآيات كما جاءت من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تقديم. فإذا قلنا استوى حقيقة، هذه الحقيقة هل هي كلمة زائدة أم مذكورة في القرآن؟ زائدة ولا مذكورة في القرآن؟ طيب ابن تيمية يقول من غير زيادة نقصان، ثم يضيف هذه الكلمة. قلنا لكم من أجل نعرف التلاعب في عدم المصداقية، ثم يضيف يقول بذاته حقيقة وبذاته. وهم يأتي لك يقول لك أربع معاني فقط، هذه الأربع معاني، ويصرحون في بعضهم بالجلوس، موجود على الإنترنت يصرح البعض بالجلوس. وهذا أنا سألت عبد الفتاح قديش عندما كان من قبل يعني معهم على نفس العقيدة، الآن هو تراجع من كثير منها. قال: أنا كنت هكذا، كنت أعتقد أن هذا الإله جالس على العرش وأنه ضخم جدا، لأن لا يوجد عندهم معنى إلا هذا، لكن لا يصرحون به. بعد التأويل والتفويض احنا ذكرنا نماذج يعني لهذا الأمر. فالنماذج التي ذكرناها في التأويل والتفويض يعني ممكن الواحد يطلع عليها يعني بنفس البقية. داخل الحديث. أيوة. واضح لماذا سميت العقيدة الأشعرية، يعني لماذا سمي الإنسان أشعري؟ ليش أنا ما أطلق علي سني؟ ليش ما يطلق علي أنا يعني متبع للنبي؟ هذا الكلام الكذب
قد كانوا يقولوه على مذهب الشافعي. ليش تقول الشافعي؟ حنريد الكتاب والسنة، مش هكذا كانوا يقولون؟ ولعبوا بالكتاب والسنة وأرجعوا الناس يعني إلى الوراء سنوات، وفي الأخير رأوا الأمور كلها مسدودة، قالوا إذن لابد نتعلم فقه الشافعي. فهذه المناداة الآن مثلا، المناداة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة هو عبارة عن هدم للثروة العلمية، استخفاف بالعلوم التي بذلها العلماء. مثلا الكمبيوتر أول ما بدأ، لو جاء إنسان جابوا له لابتوب صغير قال لهم ليش هذا؟ أنا أريد أن أبدأ بالكمبيوتر من أول ما بدأ، ليش هذا؟ رجعونا إلى أصل الكمبيوتر كيف كان؟ أصل الكمبيوتر كان غرفة، وإيش يشتي؟ قال أنا أريد الأصل، ما أريد أن أقلد يعني كل مساعة، نشتي الأصل ومن ضمن الأصل ما نبني يعني على هذا الأصل. يعني أنت بتهدم الثروة العلمية هذه كلها وترجعنا إلى الوراء هذه العشرات السنين من أجل هذا الفهم الفاسد الذي عندك؟ يعني أنت الآن تريد أن نلغي الفقه الإسلامي الثروة العلمية الكبيرة من أجل نرجع إلى الكتاب والسنة ونستنبط من جديد الأحكام؟ كذلك فقه مذهب الأشعري هو وغاية ما في الأمر أن الإمام ابن الحسن الأشعري جاء ومذهب الصحابة والتابعين وتابع التابعين والسلف موجود، لكن لا يوجد له أدلة وبراهين عليه. كانت الأدلة مجرد ربما أن تكون بعض النصوص، فلا توجد عندهم أدلة وبراهين. فأقام أبو الحسن الأشعري وأقام الأدلة والبراهين على ذلك، ورد على المعتزلة الذي كان هو واحد منهم. لما بدأ يرد على المعتزلة ويقيم الأدلة والبراهين، كل من كان على منهج السلف في ذلك الحين رجع واتبعه، لأنه هو كان خلاص كان قد جاوز يعني القرون الثلاثة، ولد في القرن الثالث لكنه ظل إلى القرن الرابع يعيش. أقام الأدلة والبراهين كما قام الإمام الشافعي أدلة وبراهين على الفقه وعلم الأصول، كما أقام الإمام أبو حنيفة أدلة وبراهين على الفقه، كما أقام يعني علماء الحديث القواعد والمناهج على علم الحديث. فهو أقام أدلة وبراهين على ذلك، لا أنه ابتدع شيء جديد. أبو الحسن الأشعري لم يبتدع شيء جديد، أبو الحسن الأشعري وضع قواعد وأسس ومناهج واضحة، كما وضع الإمام الشافعي لعلم الأصول هذه القواعد. لما نسبت طيب أشعري؟ مثل ما نسبت الأصول إلى الإمام الشافعي، مثل ما نسب أنت تقول عنك مالكي، تقول عنك حنبلي، تقول عنك يعني حنفي، تقول أنك شافعي. لماذا؟ ليش ما تقول أنا سني، أنا نبوي، أنا أتبع النبي، أنا قرآني؟ فش حد يقول هذا الكلام، لأن القواعد والمناهج لهذه ما وضع إلا هؤلاء. ليش ما تقول الصحابة؟ لا يوجد مذهب للصحابة. لماذا؟ لأن المنهج هو وضع قواعد وأسس ومناهج. الصحابة مجرد التي والذي وصل إلينا بعض الفتاوى، لكن هذه الفتاوى ما يشترط فيها. عندنا الصلاة في مذهب الشافعي لها أركان، لكل ركن شروط، لكل ركن مبطلات، هذا لم ينقل عن الصحابة. فنقلت بعض المسائل التي لا ضوابط لها ولا منهجية لها، فلذلك لم يعتدوا بأقوال الصحابة كمذهب، إنما المذاهب استقرت بمن وضع أسس وقواعد ومناهج. فالإمام الأشعري لما وضع هذه القواعد والأسس والمناهج سمي المذهب مذهب أشعري، مثل ما سمي المذهب مذهب شافعي، مثل ما سمي بقية المذاهب. ليس أنه جاء وابتدع، كما أن الإمام مالك عندما نصر مذهب وفكر أهل المدينة وسمي المذهب الذي يعتنقه يعني مذهب أهل المدينة، في الأخير نسب إليه.
لأنه هو الذي أقام الأدلة والبراهين قلنا والمناهج على هذا الأمر. متى نفوض ومتى نؤول؟ قلنا نفوض عند الأصل فيه، ونؤول عندما يظهر المرض، مرض التكسيم. قال لماذا ابن تيمية يهاجم التفويض والتأويل؟ لأنه مشبه مقسم، والتفويض ضد التقسيم والتأويل ضد التقسيم، فكان من الطبيعي يعني أن يهاجم هذا الأمر ويذمه. لذلك سيأتي معنا أن ابن تيمية يهاجم الصفات السلبية أشد مما يهاجم شيء ثاني آخر، أن الصفات السلبية هي التي تدافع عن تشبيه الله وتقسيمه. ما هو الدليل على التأويل؟ الدليل على التأويل آيات قرآنية وأحاديث لا يمكن يعني الإنسان أن يمر من أمامها إلا وهو يوقن يقين بالتأويل. فمثلا قول الله تعالى: فلما يعني جاء نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله. لا يوجد عاقل يقول أن الله كان في الشجرة وأنه خاطب موسى من داخل الشجرة الله، مع أن الله يقول إنني أنا الله. الله يقول في البقعة المباركة من الشجرة، لكن مع ذلك أنت تصر على تأويل هذه الآية وتقول أنها غير مراد، وإلا لصار حلول واتحاد. كيف نقول أن التأويل غير موجود في القرآن الكريم؟ يعني الآن نحن نمشي نشوف في الرصدة الرصيف هذا، نرى مثل الماء السراب. قال الله عز وجل: الذي كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يعني أنت لما تشوف سحاب هناك بتروح هناك بتجد الله هناك؟ طبعا لا يمكن تأويله بالعلم، العلم لا يمكن تأويله بالعلم، لأن العلم الله معك وانت هنا أو انت هناك. وهنا يتحدث الله عن شيء آخر غير الشيء الذي موجود معك. وجد الله عنده فوفى حسابه، وجد ملك الموت أمامه وهو يقول وجد الله عنده. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معنى بيش لعل كلمة هو تدل على الذات ولا تدل على الصفات، لكن الكل يقول معنا بعلمه وإحاطته وعنايته ورعايته. ما فيش أحد يقول بذاته، ولو قال بذاته قالوا حلول واتحاد كفر. إذن أنت تظل أمام آيات قرآنية مضطر أنك تؤولها. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تقول أي معبود، إله معبود في السماء أو معبود في الأرض، فتضطر أنك تؤول هذه لئلا تقع يعني في هذا الأمر. هنا ذكرنا لفظة اليد الأيد، هل هناك من السلف من أول؟ ذكرنا نماذج هذه التأويلات: يوم يكشف عن ساق هي عن شدة. بعض التأويلات ذكرنا كثرنا من هذا الكلام من أجل يعني تثبيت. ما معنى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه؟ واحد وثمانين. الآن هذه عندهم الكلام يقول لك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. تفهم ما أثبته هذه العبارة ابن تيمية يأتي بها. ابن تيمية قلنا استخدم الذكاء الذي عنده في إضلال الناس. فابن تيمية يأتي يقول لك شوف، نحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه. المقصود من هذا إيش؟ نفي الصفات السلبية، يعني عدم الأخذ بشيء اسمه صفات سلبية. فيقول لك كل ما ذكره الله نثبته. أيش هو الذي ذكره الله؟ من الإضافات
كل شيء هالك إلا وجه، يقول لك الوجه هذه صفة، معنى ليست بصفة هي عضو، وهذه ليست بصفة هي مجرد مضاف ومضاف إليه، يعني كلمة مضاف مضاف إليه، الصفة معروفة، الصفة ليست إضافة، وإلا لما يقول من عباده لكنا نحن صفة، لأن أضافنا الله، إن الله وملائكته يعني صفة، أحد يقول هذا الكلام، لكن هم يختارون من الألفاظ التي تناسب التقسيم. الصفة عندهم يشترط فيها أن تكون مشتقة أو مؤولة بمشتق، من أجل أن تكون صفة عندهم لابد، علماء اللغة يقولون الصفة لابد أن تكون مشتقة أو مؤولة بمشتق، لا تكون جامدة الصفات. قلنا ولذلك ما فيش واحد يجي يقول لك فلان وجه، فلان جنب، فلان يد، أن يقول لك هذه ليست بصفات، هذه أعضاء، والصفة لابد أن تكون صفة مشتقة أو مؤولة بمشتق، وهذه أعضاء جوامد. الصفة ما عندما تسمعها ترى وضوح السياق وعدم الالتباس. يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي يعني مبتدأ وخبر واضح، لأن الصفة ما يصلح أن تكون خبرا، خبر واضح، لكن عندما تقول كل شيء هالك إلا وجهه وتقول الوجه هو صفة، طيب هو لا يصلح أن يكون خبرا لأنه مضاف إليه. يأتي بعض هذه الأعضاء لا يصلح في سياقتها يعني من حيث الذوق أن تكون يعني جملة. تخيل أنت أحد يقول لك الله قدم، تقبل هذا الكلام؟ ما تقبله حتى لنفسك، لكن تقول الله حي، الله قيوم، الله سلام، الله مؤمن، الله عليم، الله قادر، كلها ألفاظ تشعر أن القلب يرى أن هذه صفات لله، لأن واضح الصفة، لكن الأعضاء ما تكون أصلا صفة. فابن تيمية يبين لك أن كل ما في القرآن لابد أن نثبته، لماذا؟ لأنه طيب، وعندما تأتي آيات قرآنية ظاهرة يستحيل الإثبات، قلنا يؤولونها ويسمونها تفسير، طيب ليش ما تثبتها؟ يقول لك لا، لا يجوز إثباتها. لماذا لا يجوز إثباتها؟ لأن أنت الذي قررت قبل قليل أن كل شيء هالك إلا وجه ابن الجوزي، يقول نأخذها على ظاهرها، يعني ربكم هذا الذي جعلتوه له وجه وعينين وجنب وصدر، في الأخير كل هذا بيهلك بيبقى وجهه. فقال لهم هو الفخر رازي بئس الإله هذا، جعلتم إلهكم يعني أبشع صورة في هذا الكون، أن إذا أخذتم على ظاهرة قص كل شيء بيهلك بيبقى له وجهه. فيضطر ابن تيمية هنا أن يؤول الوجه بالذات، يقول كل شيء هالك إلا وجه أي ذاته. طيب إيش هذا اللعب في المنهجية العلمية؟ لست قريتم على تأويل ولست قريتم على تفويض، تتلاعبون بالآيات والأحاديث وهكذا. فهو يثبت الشيء الذي يريده هو، والذي لا يريده يؤوله، وأصحابنا لأنهم أصلا لا يؤمنون بهذه أن الله عز وجل يعني له وجه ويهلك، فيمشون معه وقت ما يؤول نمشي معه، لا حنوقف من أجل نلزمه، إما أن يمشي على هذه المنهجية وتكون منهجية متبعة، وإما أن يترك هذه المنهجية يرجع إلى منهجية السلف ومنهجية أهل السنة والجماعة. طيب ما معنى أن ننفي؟ طيب عن شوف هذه عبارة خطيرة، يعني برضه أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عن الله ما نفاه. يعني ابن تيمية يقول لك أنا لا يمكن أن أثبت لله إلا الشيء الذي أثبته الله،
ولن أنفي عن الله أي شيء إلا الشيء الذي نفاه صراحة. طيب ولو كانت في أشياء ما ذكرها القرآن لكن عقلا منفية عن الله، قال لك لا أنا ما بنفيها، ليش أنفيها؟ كيف؟ يقول لك لو أراد الله ينفيها لكان نفاها الله. طيب الله قسم، وإيش المانع؟ يقول لك أن الله قسم. يقول لك في آية قرآنية قالت الله ليس بقسم. طيب الله جوهر، يقول لك أيوة، إيش المانع أن الله جوهر؟ ما فيش آية قرآنية قالت أن الله ليس بجوهر. فيثبتون هذه الأمور وتناسوا أن الله عز وجل عندما ذم الأصنام هي أجسام، وتناسوا أن الله عز وجل عندما قال ولم يكن له كفوا أحد، أن الكفو يطلق على الشبيه والنظير وعلى الجسم وعلى الأجسام. فيأتي بعد ذلك يقول لك ما المانع أن الله عز وجل يجلس؟ كيف يجلس؟ هذه من صفات الأجسام. قال لك مالك من هذه الهدرة، الله هل قال أنه لا يجلس؟ طبعا قضية أنك تنفي بالنص كل جزئية هذا شيء لا يقبله العقل، لأن الموجودات غير متناهية بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن يعني موجودات كل يوم نكتشف موجودات. تريد الله ينص على كل موجود أن الله هذا ليس مثله، أن الله عز وجل لا يشبه؟ الله قد قال ليس كمثله شيء، جاء بالنكرة التي في سياق النفي شيء نكرة، وجاء في سياق النفي ليس، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. فالله لا يوجد له شيء، والشيء هذا أنكر النكرات، يعني أدنى شيء ممكن في هذا الكون يطلق عليه كلمة شيء. إذن أي شيء في هذا الكون الله عز وجل ليس مثله، ولذلك قالوا كلما تصور في الأهم فالله بخلاف. ابن تيمية يقول لك لا لا أنا أريد نص. لماذا؟ قال هناك في قاعدة سنتين نتكلم عنها، وهي التفصيل يعني في النفي، التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي. يعني ابن تيمية عندما ينظر إلى هذه الآية القرآنية، العفو بس نذهب إليها ونرجع بعدين إلى هنا من أجل أن نواصل. نعم طيب الذي ترونه مناسب أو إذن طيب إذا بس نكمل هذا بس. هذه معنى أن ننفي عن الله ما نفع عن نفسه، ابن تيمية ذكي، هو لم يقل أن ننفي عن الله ما لا يليق به، قال أن ننفي عن الله ما نفع عن نفسه، يعني الشيء الذي قال الله في القرآن صراحة لم يلد ولم يولد هذا الذي أنفيه. أما أن الله عز وجل لا يشبه الخلق وليس يعني يشبه الإنسان وليس، لا لا الله لم يقل ذلك، إنما قال ليس كمثله، يعني أنت من هو المثيل لك؟ هذا مش مثيل لك، أنا كنت أكبر بالحجم إذا تور على مثيل لك، هذا كلام يقبله إنسان عاقل. دور لك على مثيل في كل الصفات ينطبق عليك، يعني هذه الآية القرآنية هكذا المفهوم منها، لا يوجد مخلوق يشبه مخلوق آخر، لا الفيل يشبه الإنسان ولا الفيل يشبه الجمل ولا، إذن الله عز وجل هذه الآية لا فائدة منها. فابن تيمية يقول المثيل غير الشبيه والنظير، مع أن الأئمة يقولون الشبيه والنظير والمثيل كلها منفية عن الله بهذه الآية، فيتكلم أصحابه، لكن هو من أجل أن يشبه الله بخلقه يقول لك لا لا الله نفى المثيل ولم ينفي الشبيه ولا النظير. يعني لو شبهت الله عز وجل من بعض الأمور
ما في مانع. لو قلت أنا لله عز وجل يعني نظير ما في مانع. لماذا؟ قال لأنه لم يرد النص بهذا، فيثبت لله الحركة والسكون، لأنه يقول لك لم يأتي النص بنفيها، أنما أنا أنفي عن الله ما نفى الله عن نفسه. أما ما كان صفة كمال فما في مانع أني أثبتها، فهو يرى أن الحركة والسكون صفات كمال، أن يقول لك يعني لا متحرك ولا ساكن إذن غير موجود. نقول له غير موجود، متحرك والساكن هذه للأجسام، أما غير الجسم فلا يتصف بالحركة ولا بالسكون، لا يتصف بالجهة لا بالفوق ولا بالتحت إلا الأجسام. ومن ضمنها قلنا كل ما يتعلق بالتقسيم، فكل ما يتعلق بالتقسيم يثبت، لأنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة يقول أن الله ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس 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 وليس، وبهذا يثبت، يجعل مجال لنفسه أن يثبت لله يعني ما أراد من هذه التصورات التي اتفق أهل السنة والجماعة عن نفيها عن الله. والله أعلم، نكتفي إن شاء الله بهذا ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر أو إذا في نقاشات. نعم. إن شاء الله بإذن الله. إيه هو إذا في نقاشات إشكالات هذا أهم عندنا من إلقاء المحاضرة. ما شاء الله، الحمد لله. الله. الله. شكل مستمر تزايد. أيوه، لأنه يقول لك الآية قالت ليس كمثله، ولم يقل الله ليس له شبيه، ولذلك وصف الله نفسه بالأعضاء، بالوجه واليدين، فهم عندهم الله إنسان، لكن إنسان له ضخامة وتصور ليس كمثل الإنسان، فهم يقرون بذلك الحديث الشاذ، خلق الله آدم على صورة الرحمن، فيقول لك ولذلك عندما يصف قلنا يصف إنسان، فيقول لك الله لم يقل ليس له شبيه، إنما قال ليس له مثيل. قال المثيل عندنا هو الذي يماثلك من كل صفة. قال لكن لو قلنا ليس شبيه، الله عز وجل
أثبت في القرآن أن له يعني أسماء وصفات تشابه المخلوقين. إذن الله كان دقيقا عندما قال ليس كمثله، هو يقول هكذا. فلذلك يفسر التمثيل بأن المطابقة من كل وجه، والتشبيه المطابقة من بعض الوجوه. فهل السنة والجماعة يقوم بمجرد أنك تشبه الله بجزء من الجزئيات يعتبر كفر؟ ابن تيمية لا يرى ذلك، أن الشيء المنهي عنه إنما هو التمثيل ولم ينهى عن التشبيه والتجسيم، ولذلك يجوز أن يطلق على الله الجسم. أما كيف ابن تيمية هذه الأمور، حتكلمنا في البداية على هذا الموضوع. احنا قلنا أن الواحد لأن صوروا له ابن تيمية الأسطورة التي لا يوجد لها مثيل، فلذلك عندما تأتي تنظر إلى جزئية أخطأ فيها ابن تيمية تقول كيف ابن تيمية، يعني لن يأتي شيء في علمه بجانب الشيطان كعلم، الشيطان أعلم منه. ابن تيمية لن يأتي شيء بجانب الأئمة العظام، ومع ذلك كم من علماء وكم من جبال أضلهم الله. والنبي تحدث عن ربيعة وتحدث عن مجموعة من مات على الكفر، كانوا أصحاب عقل ورجحان ولذلك كفروا بالله. فقضية أن يقع لإنسان ذكي يعني الكفر، قد يقع الانحراف. ابن تيمية لم يقع له ذلك، ابن تيمية تجاوز هذا الأمر فصار يقنن تشبيه الله، يقنن الكفر. حنتكلمنا في أول المحاضرة عن هذا الأمر، كيف قنن ابن تيمية الكفر، كيف قنن ابن تيمية الانحراف. يعني ابن تيمية لم يكن مجرد يعني إنسان عادي يكتب، لا، استخدم كل ما أعطاه الله من ذكاء في كيفية الكفر بالله وكيفية تشبيه الله وكيفية نصرة مذاهب الكفر. فكلما تطلع على مسألة مسائل عند ابن تيمية تجدها أعظم من الأخرى، يعني حارب وبعلم، حارب زيارة النبي بالعلم، حارب يعني أفكار أهل السنة والجماعة بالعلم، حارب أقوال. فهل هو متعمد؟ لا، هو يرى أن هذا هو الإيمان، لكن هذا الكلام عند أهل السنة والجماعة هو الكفر والضلال. ولذلك ابن حجر الهيتمي يقول وقد جمع من الخبائث ما لم تجتمع في أمة من الأمم، يعني الأشياء التي قال بها أشياء فظيعة، حتى ممن سبقه من الذين كفروا ما اجتمعت كل المسائل هذه المتناقضة إلا عنده. فلذلك العلماء بعضهم لم يتصل إليهم كتب ابن تيمية، وصل إليهم الثناء. طبعا الثناء الذي نشره طلاب ابن تيمية عن ابن تيمية ثناء يعني مبالغ فيه لدرجة أنه يستحق أن الإنسان يتأمل فيه. فقالوا أنه الحافظ الذي يعني لم يكن له مثيل في الحفظ، في حفظ الأحاديث، وأنه إذا قال عن حديث لا أصل له فلا داعي لأن تتعب نفسك وتبحث عن هذا الحديث فلن تجده، لكن لما تبحث تأتي مئات الأحاديث، مش عشرات، مئات الأحاديث قال ابن تيمية لا أصل لها وهي موجودة في الكتب الستة. وكنت أنا مستغرب يعني كيف يقول الذهبي ذا الكلام وابن تيمية ينكر أحاديث ما الآن، مما يدل على أنه ليس بحافظ. إلى ما قرأت الألباني، الألباني يقول وأنا لا أعول
على تصحيح وتضعيف ابن تيمية، فإنه حمله بغضه لأهل البدع أن أنكر أحاديث موجودة في الصحيحين. شوف يعني ما عنده أمانة، هذا كلام من كلام الألباني، يبين لك أن ابن تيمية هذا ما عنده أمانة علمية، من أجل ينصر مذهبه ممكن ينكر الأحاديث التي موجودة، يقول لك غير موجودة. نعم. نعم. المشكلة في هذه هي ترجع إلى نحن هذا الشيء الذي يعني نتكلم عنه. يعني للأسف هناك معاهد علمية سنية أنشئت واهتمت بعلم الفقه ودرست الفقه وما اهتمت بالعقيدة، فتخرج الرجل عالم بالفقه عالم بالنحو لكن ما عنده عقيدة إلا عقيدة هشة. كان هناك في عدن واحد من العلماء اسمه البيحاني، كان عالم كبير خطيب مفوه متميز في خطبه، درس في رباط تريم وتعلم علم رباط تريم، ما كان يدرس قوارة التوحيد وهذه الأشياء، يقول لك ما لك من هذه الأشياء، درس الرجل وخرج عالم. لما ذهب إلى عدن يعلم التصق بواحد اسمه العبادي، كان وهابي، كان العبادي فقط يناقش في هذه الآيات، فكان الرجل يجلس مش عارف إيش يجاوب عليه لأنه ما درس العقيدة حتى يتمكن من الرد، فاختلطت عليه والتبست عليه كثير من الأمور، فكان أحيانا يقول بها ورد عليه العلماء وتكلموا بحميش وهذا ردوا عليه كيف تقول أنت هذا الكلام وهذا. فهذه كثير من معاهدنا ما تهتم بعلم العقيدة، تدرسك الفقه تخرج فقيه عالم لكن بدون عقيدة، فيأتي واحد من جهلة الوهابية يحفظ له بعض الآيات يعني يعكر عليك الصفو وتنسحب من عقيدتك، هذا هي. فلذلك أمر العقيدة لابد أن يعاد ترتيبها ودراستها كما يدرس بقية المواد، مش يدرس مادة العقيدة هكذا ومشي فوقها. الآن تسأل أنت، قبل 4 سنوات مجموعة من مدرسي العقيدة في جاكرتا أجوا دورة فقال نحن ندرس العقيدة ونفهمها، قلت لهم تفهموها؟ السؤال واحد بسألكم إياه، كم أركان لا إله إلا الله؟ أبش واحد جاوب. قلت لهم إذا ما عرفتوا أركان لا إله إلا الله على كيف تدرسوا العقيدة؟ يعني من أجل نعرف يعني الخلل الذي موجود عندنا، فنحن دراسة العقيدة لابد من إعادة دراسة العقيدة، لأن عندنا قلنا الليبراليين والعلمانيين المعتزلة الوهابية المشبهة المقسمة، إذا معنا 4 فرق لابد من الرد عليهم، أو 3 فرق الليبراليين العلمانيين العالم واحدة، هذا يحتاج مننا إلى جهد، يعني ما يحتاج مننا الآن، هذا شيء واجب فرض كفائي الرد، لكن أصحابنا ما كانوا يعني مش راضين يفهموا الأمر والخطر الذي يقدم عليهم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا اعلموا أنه لست أخشى عليكم الكفر، في رواية لست أخشى عليكم أن تشركوا بعد شيئا ولكن أخشى عليكم الدنيا. لماذا النبي يقول لست أخشى عليكم أن تشركوا بعد شيئا؟ ما دام مش خايف لماذا يذكره؟ إذا كان شيء ما بيقعش ذكره ليش تذكره مشان تشغلنا به؟ لا، سيأتي من يتهمكم بالكفر والشرك، اعلموا أنه لن يقع الشرك فيكم، لكن سيأتي من سيتهمكم بالشرك والكفر،
فالنبي ينبهنا يقول لا أحد يضحك عليكم، يقول إن عندكم شرك وعندكم كفر، يقول اعلموا أنه لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي شيئا. إيش اللي تخاف علينا؟ أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. الآن هؤلاء يأتون لنا لا لا مالك من الدنيا، يخلونا نتنافس في الدنيا تقاتل، أهم شيء الشرك والعقيدة. أخي إيش من شرك إيش ما عقيدة؟ النبي يقول لست أخشى عليكم. ألا النبي قصد الصحابة، يعني عادي نتنافس على الدنيا المتأخرين عادي، أهم شيء الصحابة فقط. فالنبي يضع الأحاديث والكلمات في موضعها. فنحتاج أننا نرجع الآن إلى دراسة العقيدة، دراسة على منهج الأشاعرة. الأشاعرة لما وضعوا العقيدة ما وضعوا العقيدة من أجل، لا وضعوا العقيدة من أجل ترد على أي شبهة كانت. العقيدة الوحيدة التي عندها القدرة على رد كل الشبهات هي العقيدة الأشعرية. أما عقيدة الوهابية ما عندها قدرة ترد على أدنى شيء، لأن هم أصلا ممنوع استخدام العقل في العقيدة، يعني تغفيل واستخفاف. فهذا نعم. أيوة كل العقيدة هكذا. أنت سأله قل له النبي سوى محاضرة هكذا، سوى كلمة عن هذا الكلام، أليس تقولون أن كل ما لم يفعله النبي بدعة؟ طيب وهذا ما هو؟ ولذلك كان الكلام من الإمام مالك أن هذا بدعة، السؤال عنه بدعة، الخوض فيه بدعة. وأخطر شيء سنتي عليه الكيفية، يصرون على إثبات الكيفية لله لأن بالكيفية يقع التقسيم، إذا انتفت الكيفية انتفى التقسيم. وهم يصرون أن الله لا بد أن يكون له كيفية، ويصممون على هذا، وأن كل من لم يثبت الكيف لله فهو معطل. هذا مسألة يعني خطيرة نتنبأ لها. الكيفية يصرون على إثبات الكيفية لله. سيأتي معكم أن ابن عثيمين يقول ما من موجود إلا ولو كيفية، والله موجود إذن لا بد أن تكون له كيفية. ونفي الكيف عن الله تعطيل، هكذا يقول بالنص، من أجل نبين لك أن هذا الرجل يبحث بعد التشبيه، يشبه الله بخلقه، لأن لا يمكن أن يكون تشبيه بدون تكييف. ولذلك يثبتون الكيف للاستواء، يثبتون الكيف لليد، يثبتون الكيف لكل شيء، مع أن لم يأتي لا آية قرآنية ولا حديث لا صحيح ولا ضعيف في إثبات الكيفية لله. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان. العقيدة أول شيء يجب تعلمها. ما نحن نتكلم على هذا الموضوع، هذا الكلام نتكلم عن أننا لابد أن نعيد العقيدة كتدريس لها، مثل ما ندرس الفقه، مثل ما ندرس التصوف، لأن ركن من أركان الإيمان الدين إسلام وإيمان وإحسان. كما اهتممنا بأركان الإسلام لابد أن نهتم بأركان الإيمان. أركان الإسلام، شوف أركان الإسلام من أجل نفهم قيمة العقيدة وأهمية العقيدة. حتى أركان الإسلام، لأن قد يأتي الواحد يجي يقول لك النبي أول ما بدأ بأركان الإسلام، إذن هي أهم من أركان الإيمان، الإيمان جاء بالسؤال الثاني. قد تأتي شبهة هكذا. نجد أن النبي جعل أول ركن من أركان الإسلام هو العقيدة، لا إله إلا الله. ما قلت تفهم أن الإسلام قائم على العقيدة، أركان الإسلام قائم على العقيدة، أركان الإيمان قائم على العقيدة، فلا إسلام بدون عقيدة.
لكن هناك فصل لا إله إلا الله في أركان الإيمان، فلا بد. ولم أركان الإيمان درسونا أركان الإيمان كما درسونا الصلاة، درسونا لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله، لا خلاص، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أمشي. الوضوء أركانه وشروطه مبتلاته مستحباته تفصيل. في العقيدة الإمام السنوسي جعل سلسلة للعقيدة، جعل كتاب يسمى صغرى الصغرى، وهو عبارة عن ثلاث ورق، وجعل بعده الصغرى المسمى بأم البراهين، ثم جعل الوسطى، ثم جعل الكبرى. هذا منهج جعله الإمام السنوسي. جاءوا بعد الإمام السنوسي تلاميذ تلاميذ تلاميذه، نظموا، فنظم الإمام اللقاني العقيدة في جوهر التوحيد، ونظم الإمام ابن المقري كتب السنوسي في كتاب إضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة. ثم منهم من سفع على الحاشية والشروحات وغير ذلك على هذه العقائد. فإذا بتمشي على عقيدة مثلا منهج الإمام السنوسي تدخل برضه الجوهرة أو إضاءة الدجنة، أيضا عقيدة العوام نور الظلام، نور الظلام يعني كتاب شرح عقيدة العوام البنتني شرح ممتاز في قمة القوة. فتمشي على المنهج عقيدة العوام شرحها، بعدين تنظر الشرح المناسب، بعدين تقدر تدخل إلى صغرى الصغرى، بعدين الصغرى، بعدين بعد الصغرى ممكن تدخل الوسطى، وممكن تدخل مباشرة إلى يعني عقيدة شيخ الجوهري شيخ الباجوري الفضالي اللي شرحها الباجوري، أو ممكن تدخل مباشرة إلى عقيدة الجوهرة، وبعد الجوهرة تدخل إلى السنوسية الكبرى، وبعدين إضاءة الدجنة. تقرأها هذه الكتب. أحجزناكم في كل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية وكل ما يقرب إلى الله تعالى. الفاتحة الجامعة لخيرات الدنيا والآخرة، أن الله عز وجل يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، ألا تجعل مبهمنا علينا فنتبع الهوى، اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واشفينا وعافينا وأحبابنا ومرضانا ومرضى المسلمين، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة قدير، واقبلنا على ما فينا أنت عنا راض، واقضي حوائجهم ويسر أمورهم الظاهرة والباطنة، واتمها لهم لنا بالحسنى، وأنت عنا وعنا راض بجاء النبي النبي بسر بسم الله بإذن الله آمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.